مستشارين ومستشارات أصدقاء أقسام وحضور كريم. سيد الرئيس أيضا موجه إليكم. نعيد الانتصار فريق حزب الأصالة والمعاصرة بالغياب والضعف في بعض الصفحات الفيسبوكية، وإذا كان ذلك فهو نتيجة حتمية لمقترحاتكم المعيقة. فإنتاجاتكم وتطلعاتكم هي بمثابة أضعف من الضعيف بل منعدم، وشضيت تندية المحمدية إلى العدمية للأسف الشديد. إذا كنتم تقصدون بالنقاش كنجيو نتناقشوا بالشجار، فنحن كفريق لا يشرفنا أن نناقشكم في هذا المستوى الهزيل. وإذا كان بالمعنى الصحيح فهاتوا برهانكم وقلنا أشو المشاريع مهمة لهذه المدينة، أش عملتوا لهذه المدينة منذ توليتكم رئاسة المجلس. من غير هذه المشاريع اللي كتبناوها انتوما وكتلوحوها في الصفحات الفيسبوكية اللي غير وردتوها على المجالس السابقة وكنعاودها وردتوها على المجالس السابقة وكتصوروا معاها في الفيسبوك. بالمعنى الصحيح فالمدينة المحمدية للأسف الشديد عندها رجالاتها وعندها نسائها اللي كتضمن غير على المدينة. حنا ملي دخلنا الحكومة راه دوينا، حنا لحد الآن دوينا، دابا كندوي ما دويش، ما دويناش علاش كدوي؟ ما عرفناش كيفاش غنديرو معاكم. لحد الآن هاد الفرصة اللي تعطاتكم راه للأسف الشديد حنا ساكنة المحمدية، هي كتقول أنت الحب مدينة المحمدية ولكن مدينة المحمدية راه غضبانة عليك. فمع مدينة المحمدية كتعيش حالة استثناء رغم المساندة صوتنا معاكم في كل الدورات، كل دورات اللي كنا حاضرين الإخوان والمظاهرات كلشي كيشد، وكتنعتونا بغياب الدورات وبالضعف النقاش. واش بغينا تجيو نقلبوا الكراسة عليكم عاد كتسمعوا كناقشوا كفريق؟ أش درتي بعد أنت باش حنا غادي نناقشوا ولا غادي شنو؟ حنا كنجيو كنا كنجيو كنصوتوا معاهم وكنمشيو، وملي كنا كنمشيو كيقولوا يحضرون ويصوتون وينسحبون، ومن حضر منهم فنقاشه ضعيف. حنا دابا مابقاش تبدل السيد الرئيس بصراحه كنهضروا كلشي المجتمع المدني كيسمع الحضور كامل المستشارين ما كيمنخبوا الاخوان، هذه الصراحه اللي غنقول ساندنا فيكم ما بفي ما بفيه الكفايه. لهذا دابا المدينه كاين حاله استثناء، هناك تدبير الشان المحلي عبر الشبكات التواصل الاجتماعي. زرعتي فتنة، فتي الفتنة بين المجتمع المدني، فرقتيهم بقيتو كتفرجوا، حرام والله حرام. للأسف تدوير الشأن المحلي ولا في الفيسبوك أي حاجة عندك شي معنى مؤسسة دستورية اللي كنناقشوا فيها هنايا. وللأسف الشديد هو أن رئاسة المجلس للسيد الرئيس اللي كنوجه ليه هذا الأمر يشكي مع المشتكي ويبكي مع اللي غيبكي معاه، وملي كيكون شي وقفة احتجاجية كيوقف معاهم كمحتج ويولولوا معهم مولولين ويهرولوا ما عرفتش والله ما عرفناش. درتوا المجالس السابقة كامل ولكن هادشي عمرنا ما شفناه إخوان، هادشي عمرنا ما شفناه. والغريب في الأمر سيد الرئيس هو أن الفشل ديالك كتحمل المجالس السابقة، المجلس السابق كتحمل بصراحة قول أنا ما قدرتش، أنا فشلت عباد الله، أنا فشلت وكوك عباد الله، واش عيب؟ عيب واحد اعترف بالخطأ ديالو؟ قول أنا فشلت وصرح بها، ما تقولش لا حقا المجلس السابق دفتر التحولات اللي حلو في الفيسبوك بعد كاين مع المتابعين اللي كيخرجوا من عندنا وكتعطي المنتع وكيتلاعب في هذا تحت فيها قانونيا اللي كاين معطى التقارير الاخوان، كاين شي تقارير ديال اللجنه كنلقاو بان الناس شكون اللي كيعطيهم غير حشومه يا سيدي. حنا راه عندي حنا راه من بلاد محمد راه كضرنا بعيد على المدينه، المدينه راه عندها رجال وعندها نسالات اللي غادي تدافع عليها، ما قدرتيش تقولها حكمنا درنا شي حاجه، حكمنا درنا شي اقامه المجلس السابق جيو حكمنا واللي حكمتي حنا موجودين، ولكن اكثر من هذا الشيء المدينه راه ما غاتبقاش هذا الحال راه حرام. اش درتي؟ اش درتي نهار اللي وليتي المجلس لدابا؟ المدينه واقفه كلشي كيجي تحت العينه من غير العينه ولكن صافي هذا تقاضى الصبر سيد الرئيس، كنا غاديين معكم مزيان. دابا ملي انا كنتعايرو سيد الرئيس اسمعني الله يخليك، ملي انت كنتعايرو كيجيو وكيصوتوا كيسحبوا، علاش سول راسكم علاش كنسحبوا؟ علاش علاش كنصوتوا كنمشيو؟ راه مصلحتكم باش ما نديروش ديك العصا في الرويضه سيد الرئيس، هذاك تعرفوه ودابا كتعرف كتعرف في الصفحه الفيسبوكيه هادشي هادشي سيد الرئيس. دابا للاسف الشديد حب المدينه العلاقه اللي كتجمعنا
نصحح المدينه والاخوان كلشي كيسمع المجتمع المدني كيسمع لا هادشي ما نقدرش نبقاو نزيدو فيه وشكرا سيد الرئيس. شكرا.